منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة البلاد وضع المواطن المصري في قائمة أولوياته وحرص على توفير معيشة تليق به فالقرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات وإقرار علاوتين ب 8 مليارات جنيه عكست اهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية منتصرا للموظف ومنحازا لطوائف الشعب كافة دائما ما تحرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين في ربوع البلاد فمنذ تولى الرئيس السيسي إدارة البلاد وضع المواطن المصري في قائمة أولوياته وحرص على توفير معيشة تليق به وحرص من الرئيس على إعانة المواطنين على التزاماتهم وخلال اجتماع الرئيس بوزير المالية وعدد من المسؤولين وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه. كما أقر علاوتين بتكلفة نحو ثمانية مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما أقر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. وتلبية لاحتياجات تطوير قطاع التعليم وجه الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات كما اعتمد حافزا إضافيا جديدا لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات و100 ألف جنيه دي خطوة إيجابية جدا من سيادة الرئيس إن هو حاسس بمعاناة الشعب وحاسس بظروفهم طبعا قرار كويس لأن المعيشة طبعا بقت غالية فلازم القرار ده يعني يخلي الناس تعرف ايش افضل شويه ان شاء الله ويبقى الأحسن تأثيرها أكيد إيجابي طبعا من الشعب المصري اللي رفع لحد الأدنى ل 2700 جنيه ده شيء كويس بالذات بالنسبة للمدرسين وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، وجه الرئيس السيسي بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بحيث تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة وتضمن تحفيز الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي طبقاً لاستراتيجية الدولة 2030